It's complicated. هي الكلمات الأخيرة لستيف جوبز الذي ودع فيها الحياة عن 56 عاما، ستصبح بلا شك مربوطة به. الدقيقة الأخيرة في حياة جوبز في شريط مصور تظهر الرجل المبدع الذي أحدث ثورة في عالم الأرقام، كان أيضا في ثوانيه الأخيرة في اجتماع استشاري يعطي حلولا لكيفية تحرير المعلومات ومحاربة احتكارها. We're in dire straits. We really need your help. To help news gathering organizations find new ways of expression so that they can afford to get paid, so they can afford to keep their news gathering and editorial operations intact, I'm all for. Great. Can you elaborate? Give us any specifics? It's complicated. رجال قليلون غيروا مجرى العالم، وهو واحد منهم بحسب اعتقاد جوبز. ربما هذه ثواني تثبت صحة قوله وتؤكد مجددا خسارة لا تعوض.